ساخن الجمعية الكرة الأردنية. صراحة حابة أوضح أمور كانت مخفية شوي بالسابق بخصوص مفاوضاتي مع نادي الفيصلي اللي كان يخوضها معي وكيل لاعبين وعضو إدارة نادي الفيصلي سامر حراني. بالبداية حاب أحكي بالشغلة اللي هي بتهمني، شغلة الأخلاق اللي حكى فيها إنه قاعد بتفاوض معه، بعدين نص ساعة بروح بتفاوض مع الأحذاء، الحكي مش صحيح. فيك تشوف نادي الأحذاء وتاريخ الجلسة اللي جلستها معهم وتاريخ جلسة نادي الفيصلي والقائمة بينهم، تطلع الحكي مش صحيح بالمرة. ومش الأخلاق إنه ما أقعد مع نادي الأحذاء، هاي مش أخلاق. بالعكس نادي الأحذاء نادي كبير وبتشرف إني أتفاوض معه، وأنا لاعب منتخب ومش محسوب على ولا نادي، لأن نادي الأم نادي العربي اللي هو إله فضل علي. ومش أخلاقه اللي مقترح عليك ما تحكي فيها إنه أنت شغلة الأخلاق. الموسم الماضي تيجي تفاوضني قبل مباراة الحسين 48 ساعة مع الفيصلي، المباراة اللي كانت كثير مهمة، الفيصلي كان نافس على الدوري والحسين كان نافس على الهبوط. هاي مش أخلاق إنك تيجي تفاوضني قبليها، وأنا حكيت لك أنا بحترم العقد اللي بينه وبين نادي الحسين. في حال نهاية العقد ما في عندي مشكلة بتشرف في اللعب لنادي الفيصلي. فالأخلاق لا تحكي فيها. فبالنسبة لخصوص شغلة المفاوضات اللي صارت بينه وبينك، أنت كثير قاعد تأخذ بحالك. ويوم ما أنا رفضت العقد المقدم من نادي الفيصلي لأسباب كثيرة، أولها ممكن طريقة التفاوض اللي كانت معك، طريقة اللي كنت تفاوضني فيها، والعرض المقدم منك اللي أنت نزلته، وكنت الشرط الجزائي، وأنا كنت عارف إنه ما حصير هيك. في كثير لاعبين نبهوني، وبتفاجأ إنه تحكي بعد المفاوضات إنه تم رفض حسين حداد عشان موسمين، وإنه أنا رفضت الموسمين. ومبارح ترجع تحكي إنه رفضنا حسين حداد عشان إيش؟ عشان موسمين، عشان راح قاعد مع المحتاج بعدين نص ساعة. فأنت كثير بتناخذ بحالك قاعد، مش ناقل حالك مخرج تخرج من القصة اللي أنت حطيت حالك فيها. وبارح كمان بتحكي إنه أنا مش أنا اللي حالي الفيصلي، في أعضاء إدارة ورئيس نادي اتخذ قرار، وأنت جلست معي بتحكي لي أنا الفيصلي. فحاب أحكي لك لا، أنت مش الفيصلي، ولا بعمرك في حياتك راح تكون أنت نادي الفيصلي. نادي الفيصلي أكبر منك وأكبر مني وأكبر من أي شخص. فنادي الفيصلي معروف شو هو، ومش أنت اللي بتتحكم فيه. تيجي تحكي في الجلسة مع اللاعبين تحكي إشي، لما تطلع التلفزيون وتصرح معك إشي ثاني تحكي إشي ثاني. فمش منيح إنك تكون مش صادق، بالعكس تكون صادق مع نفسك، ومش عشان الرياضة ولا عشان حدا، منيح إنه البني آدم يكون صادق مع نفسه. وبالنهاية أنا حاليا مقع معنا مع نادي الرنثر ومقصود، وصراحة نادي له فضل علي كثير، والجماهير اللي لهم علي فضل. وإن شاء الله أحاول أرد شوي من الجميل اللي قدموا لي إياه، وإن شاء الله إنه نحاول نقدم لهم إشي، ونوعدهم إن شاء الله ننافس على البطولات. وهذا النهاية برجع إشي توفيق من رب العالمين، لكن إحنا نوعدهم إنه راح نحط كل اللي عندنا في الملعب ونحاول قدر استطاعتنا، وإن شاء الله نلبي طموحهم وطموحنا. النهاية بالتوفيق إن شاء الله للجميع.